قمر مال الهوى ونعيش. كان عبد الحليم حافظ بالطياره، فقعد انا وهدى اخت لفيروز قاعدين هيك قاعدين حربان عم نحكي. بيجي عبد الحليم بحط ايده هيك على كتفي بيعمل لي، قال لي ارجوك عايز اقعد محلك. طلعت فيه انا هيك قلت له اهلا استاذ، قلت له يعني انت حابب تقعد محلي؟ قال لي ايوه. قلت له بعد شي سنين هيدي انا بقبلش تعمل لي اياها هيك، يعني يمكن انا اجي نهار اعمل لك هيك. صار الزلمه يفكر غلط. قمت انا اجي اقعد مطرح طول، بعرف هو بده يدللها لهدى. كان جيت انا وقفت قبي له هيك قلت له استاذ طخنت كثرت شوي. قال لي انا اسف. قام وراح. جيت انا قعدت مطرحه. قالت لي اللي ساعه بعد انت رحت وهدى قالت لي شوت انه ليش انت حكيت معه بهالمنطق هذا؟ قال لي هذا شو بيعمل؟ قلت له بغني كورال. قال لي طيب ليش كلمني كده؟ ما بعرف شو. قلت له ما بعرف. قال لي هذا في حاجه في راسه. هو انا نحب نرجع لنقطه في حاجه في راسه. يعني استاذ ملحم كنت مقررا لمصيرك منذ البدايه، يعني كانك كنت تعرف انك ستصبح هذا الملحم بركات اليوم. ايه كنت حاسس حالي. كنت حاسس على حالي. وكنت متيقنا من الاحساس. كثير. ها؟ كثير.